اهلا بيكو. احنا دلوقتي في الكورس بتاعنا ديجيتال كونتنت فور تيتشنج، وصلنا للمرحلة اللي المفروض ان انت عملت فيها اوريدي ماتيريال باستخدام التولز المختلفة سواء اونلاين او اوفلاين تولز، وعاوزين نشوف الامكانيات اللي ممكن تستخدمها علشان تعمل شيرنج. فكرة الشيرينج ببساطة شديدة هي فكرة ان انت بتدي نسخة من الحاجة اللي انت عملتها للمتدربين او للطلبة بتوعك. فاحنا طول عمرنا بنعمل كده، سواء شيرينج من خلال انك بتكتب على السبورة وهما بينقلوا وراك، او من خلال ان انت بتصور لهم حاجات وتبعتها لهم، او بتديهم القص وهم يصوروه. دلوقتي الديجيتال شيرينج بقى بيسهل حاجات كتير. انت ممكن على طول الفايل اللي انت خلقته تديه لهم، ولو فايل انت حاجة انت شايفها عجباك من حد تاني من خلال عملية الكيوريشن بتقوم عاملها شيرينج برضه. الشيرينج له اشكال وانواع مختلفة. طبعا انا هنا مش هتكلم على الشيرينج اللي بنعمله من خلال الواتساب والماسنجر وتليجرام. دول طبعا برضو وسائل كويسة للشيرينج وممكن ينفعوا في حالات كتيرة، بس انا هنا هركز اكتر على الشيرينج اللي ممكن يتم على من خلال الايميل او من خلال الاونلاين تولز اللي موجودة. طبعا الايميل يبقى انت هتبعت للناس وتقول لهم والله ادي الحاجة وانا حطيتها في مكان ما. ايه المكان ما ده بقى؟ اول حاجة تخطر في بالي انا جوجل درايف. انا زي ما لاحظتوا يمكن بستخدم جوجل ابليكيشنز كتير، بتريحني. لا يمكن اني ادعي ان هي احسن حاجة، انا ما جربتش كل حاجة، لكن الحقيقة انا تقريبا كل اللي بعوزه بلاقيه عليها، فما دورتش على حاجة جديدة. هاويفر ليتس سي بسرعة جوجل درايف تعمل ايه. انت لما دخلت على جوجل درايف قبل كده وكنت وريتها لك في محاضرة سابقة، خلقت فايلز وعملت لها سيفنج في الكلاود. فاضل دلوقتي ان احنا نعمل شيرنج. تعالى نفتح مع بعض جوجل درايف ونخش عليها. انا دلوقتي فاتح اهو جوجل درايف، ادي الحاجات فايلز اللي موجودة بتاعتي. عايز اعمل شيرنج للبرزنتيشن اللي كنا عملناها قبل كده اللي سميناها هالو وورلد. باجي عليها بكليك باليمين، بيظهر لي اوبشنز كتيرة منها شير. لما تيجي تعمل شيرنج على طول اول حاجة بتظهر لك انت عايز شير مع مين، ودي الديفولت. عايز تبعت هنا تقدر تكتب الادرس بتاع اي حد، ده الادرس بتاعي مثلا، هتلاقيه gmail.com. هتلاقي ان هو ما قبلوش. ليه؟ لان ده الايميل بتاع صاحب الفايل. اوكي، لكن لو غيرت دي مثلا اهي، تعالى نروح لادفانسد اوبشنز بقى. ادفانسد اوبشنز هتلاحظ ان الفايل ده برايفت اونلي يو كان اكسس. اوكي، دي اول اوبشن موجودة عندنا وده الديفولت بتاع الحاجة اللي انت عاملها. بتخش تقدر هنا بقى حاجة من اتنين زي ما قلنا، يا بتحط ايميل ادرس هنا وتبعت له، يا بتخش هنا وتشينج. عندك اوبشنز مختلفة منها مثلا ان هي public on the web، بمعنى ان اي حد يوصل لها ممكن يفتحها ويشوفها، او anyone with the link. عادة لما بنعمل شيرنج بنعمل يا anyone with the link يا بنديها ل specific people. specific people اللي هو بتبعت له بالايميل. لو قلت له انا anyone on the link بيقول لي كان view ولا كان comment ولا كان edit. طبعا لو فتحتها كان edit اللي بيحصل ان ممكن اي حد يغير فيها، وانت عادة ما بتحبش حد يغير الحاجة، خصوصا ان ممكن يعمل لها delete كامل. فاللي بتعمله عادة بيبقى يا كان comment يا كان view، خصوصا لما يبقى anyone. وبرضو كذلك لو عملناها public on the web برضو كان view كان edit كان comment. لكن انا هعمل كده anyone with the link can view وهقول له save. ها
هنلاقي اتغيرت عندنا هنا، دي بقت anyone who has the link can view، واللينك دي ظهرت هنا. لو خدت انا اللينك دي وبعتها لاي حد فيكم هيقدر يشوف اللي موجود على الفايل. هنا بقى لما باجي ابعت ل مثلا في اكاديمي اوف نوليدج دوت اورج، اوكي، اقدر اقول ان محمد ده يقدر يأديت او كومنت او فيو برضه. انا اقدر اتحكم في الكلام ده هنا. انا بقى ده انا عارف انا ببعتها لمين، فاقول له كان اديت وبعدين اقول سيف وسند الانفيتيشن. هنا انت عملت الشيرنج من خلال الجوجل درايف. الشيرنج ده ممكن تعمله الفايل او ممكن حتى تعمله لفولدر بحاله. انا لو جيت على الفولدر ده مثلا ودخلت اقول له شير، اوكي، اقدر اخش واشوف الشيرنج اوبشنز بتاعته برضو من ادفانسد. هنا هو اوريدي معمول شير فور ايفري ون وذ ذا لينك، وادي الناس اللي انا مديهم حق بسرعه مباشره بحيث ان هم يقدروا يشوفوا ويتابعوا الحاجات اللي فيه، منهم اللي يقدر يأدت ومنهم اللي اونر. هنا دي اوريدي شيرد من الاكاديمي اوف نوليدج اكونت بتاعي. طيب علشان ما اطولش عليك، ودي كده كان بسرعه الشيرنج من خلال جوجل درايف. انا هنا عملت شيرنج لحاجه خلقتها على جوجل درايف، لكن نفس الكلام لو انت رافع على حاجه ستورج، رافع بي دي اف، رافع دوك فايل، رافع حاجه من حاجه ماتلاب، رافع فيديو، وات ايفر، تقدر تستخدم برضو الشيرنج ده بحيث ان انت تبعت للي انت عايز تعمل له شيرنج ويقدر يشوف الحاجه اند اور يعمل لها اديتنج معاه. طيب يبقى انت دلوقتي تقدر تدخل على جوجل درايف تعمل شيرنج. هنخش في الفيديو الجاي ونتكلم على سلايد شير، وبعدين هنتكلم على ان شاء الله يعني، وبعدين هنتكلم على يوتيوب. بس حبيت هنا ان انا انبهك لحاجه، وهي ان في حاجات تانية غير جوجل درايف بنقدر نعمل من عليها شيرنج، خصوصا حاجة اسمها دروب بوكس. اوكي، دروب بوكس مشهورة جدا، شركة من الشركات الكبيرة اللي بتعمل شيرنج، وهي ما بتشتغلش غير في الشيرنج، على الاقل لغاية دلوقتي ما بتشتغلش غير في الشيرنج. طبعا في اوبشنز بيديها لنا ياهو، اوبشنز بتديها لنا مايكروسوفت برضو للكلاود ستورج والكلاود شيرنج، وفي حاجات كتير مختلفة. ما زلت بفضل جوجل، لكن ده ما يمنعش ان الاوبشنز التانية بتبقى لطيفة وممكن نلاقي فيها حاجات تنفع. هنقف هنا في الفيديو ده ونكمل ان شاء الله الفيديو الجاي مع بعض، ونتكلم على سلايد شير وازاي تقدر ترفع عليها الحاجة وازاي تقدر تعمل شيرنج مع الناس. اشوفكم على خير.